انتظار مفاضلة القبول الجامعي بينتظر معظم الناجحين بالشهادة الثانوية حكم القدر. بيحلم كثيرين بدراسة فرع بيرغبوا فيه، وبينتظر الغالبية ما تفرض عليهم المعدلات لترتيب سلسلة من الرغبات، تاركين المساحة الأكبر للحظ وآراء المجتمع ورغباته. فهل يملك الشباب في مقتبل العمر حق القرار؟ كيف من أهلهم ليكونوا مسؤولين عن قراراتهم كما تم تأهيلهم علمياً عليها خلال الصفوف الدراسية؟ وما مدى أهمية اتخاذ القرار الصحيح في المراحل المفصلية كهذه المراحل؟ هيدا اللي رح يخبرنا عنه أكثر ضيفنا بالاستوديو الدكتور نيرودا بركات، مدير مركز المهارات والتوجيه المهني. بدنا نقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، شكراً للاستضافة. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا حضرتك. يعني بداية، ذكريات المدرسة دائما، مقاعد المدرسة ترتبط هيدي الذكريات بطريق واضح المعالم، إنه شوي فقير بالخيارات الفردية. لأي حد نحن بنقدر نعتبر إنه اختيار الفرع المناسب للجامعة لحتى ندرس فيه بالجامعة هو قرار مصيري؟ هلأ تعودنا صراحة فعلا يكون الموضوع قرار مصيري، وهو يعني بالعادة موضوع اختيار الدراسة وبالتالي بعد المهنة، خلص فرض علي مسار معين بحياتي يترافق مع مثل ما بيقولوا تأثيرات من المجتمع على طريقة حياتي، على طريقة علاقاتي المختلفة. فإلى حد كبير هو قرار مصيري، بس بنفس الوقت يعني تغيرت الأزمنة خلال سنوات طويلة، ففينا نقول إن الناس ما يعني كلمة قرار مصيري بتفزع. صحيح. فنحاول مشان مثل ما بيقولوا كبداية نقول دائما في فرصة للبداية من جديد، أو خلينا نسميها للتراجع، لتصحيح المسار. من وجهة نظري الخاصة ومن خلال شغلنا بهذا الموضوع تحديدا، يعني خبراتنا بموضوع التوجيه المهني والأكاديمي مرتبط معه للمهني أكاديمي، فهو قد يكون مصيري، ولكن أنا ما بدي أعتبر حالي دائما شغلة خلص مستمرة معي دائما لحتى تخلص حياتي. لا، دائما في أمور ممكن أعدلها في حال اكتشفت أن هذا هو مانو المسار الصحيح. نعم. فأنا بتمنى توضيح هذه النقطة، أننا نريح شوي الناس. نحن بنقدر نحن نعدل ونغير الفرع اللي بدنا إياه، ما مثل ما نحن بنعتبر أنه خسرنا سنة من حياتنا خلاص نحن رح نكفيها. سنة عادية كثير نسبية. وهون يعني وهون الدكتور أنه بيجي أغلب الطلاب بيستسلموا للأمر الواقع. صح. اللي هي المعدلات اللي بيحصلوا عليها بنهاية الشهادة الثانوية. صح. اللي هي بتكون ربما سبب كبير باختيار رغبات لإلهم للدراسة الجامعية على مضض. مزبوط. فهل أنت على مع هذا الخيار أم بتحس أنه في الطلاب لا عندهم خيارات أخرى؟ أنا أبدا مع أني أنا شو طلع لي خلص هذا هو. أنا أبدا معني مع هذا القرار. ما بصير فوت على اختصاص أولا ما بعرف عنه شيء، ما بدي أقول ميولي ما أنا كويسة تجاهه، لا يعني هذا ما أنا ميولي، لأني أصلا طلاب وطالبات البكالوريا ما بيعرفوا كتير عن اختصاصات الجامعة. يعني التوجيه الوحيد اللي بياخدوه هو من معارفهم ومن شو بيسمعوا على الانترنت، شو بيشوفوا على التلفزيون إذا شافوا تلفزيون، أن هذا الاختصاص ظريف، هذا الاختصاص محترم كشخص، يعني حالة اجتماعية في المجتمع. فأنا أبداً ماني مع خيار أني أنا أدخل خلص هذا طلع لي بدي أعيش معه. الأفضل أني أعرف أكثر عن هذه المواضيع، أدرس عنها، أتوجه عنها من خلال المجتمع، من خلال مركز التوجيه المهني بالجامعة. لازم هيدي الحالة تكون قبل ما ياخذ 100% الشهادة، يعني قبل ما يوصل لمرحلة اتخاذ القرار في تواصل معكم على الأقل. لازم تكون مدمجة في التعليم ما قبل الجامعي، سواء كان إعدادي، يفضل تكون بين إعدادي وثانوي، يعني ابتدائي صراحة ما له كل التأثير إلا إذا كان مدروس من أخصائيين بحيث يفرجوا للأولاد بالمدارس عن كل المهن بشكل غير مباشر، وبالتالي تنشأ ميولهم معهم للطلاب. هيك بتكون الموضوع يعني هذا البيرفكت، وعم يصير بدول كثيرة في العالم عم يصير. إن شاء الله يعني تتعمم هيدي التجربة عندنا نحن هون، يعني نقدر نخلي يعرفوا أولادنا يختاروا صح إنه هن شو بدهم، ما نجي نحن لوقت العلامات وشو بيطلع لي وأنا حسب علامات بدخل الفرع. علامات ليدخلوا الفرع البدنية. هذا اللي عم يصير. الحالة المعاكسة، في ناس عم تجيب العلامة شبه التامة، وهيدي السنة مثل ما لاحظتوا في علامات يعني عالية جدا. هذا رح يخلق مشكلة اني انا خلص معناتها اختصاصات محدده رح يكون عليها الرغبات الاكثر، والبقيه كلهم رح يفوتوا خلص هيك طلع لي. هذه مشكله رح تكون صراحه. صحيح. خلينا نحكي شوي عن العوامل اللي بتلعب دور اساسي باختيار الفرع الدراسي وشو ايجابيه هيدا الموضوع. تمام. هلا مع الزمن يعني خلال سنوات، خلينا نقول اخر 10 سنين 20 سنه، في سواء ببلدنا واللي بغير بلدان، دائما عم تتغير الامور اللي لها علاقه في العمل المهني، يعني بالعمل بالمهنه، تمام، وارتباطه في التعليم والمهارات. فاول شغله انا من وجهه نظري ومن خلال دراساتنا واحصائياتنا نحن يعني مطالعاتنا عالميا واللي محليا، اكثر شغله بتخلي الناس تدخل على اختصاص معين
هي معرفة ارتباطه بسوق العمل المحلي والعالمي. صحيح. أول شيء. وهلأ مثل ما أنا شايفين إذا هذا الجزء مثل ما بيقولوا المكان أو الفسحة الحلوة نحكي فيها بهذا الموضوع، حالياً موضوع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي والبرمجة والتطبيقات، سواء تطبيقات الموبايل والكمبيوتر والتحكم بالبيانات الضخمة وللتسويق والبحث العلمي بكل الاختصاصات، سواء المتعلق بالبيئة، بالطاقة، بالمجتمع، بالطب، بالصحة العامة. هدول شايفين كيف هلأ عم يستقطبوا الناس من كل مكان، وبالتالي هدول يفترض أن أكون دائما على هذا المستوى، دائما مجهز حالي في حال أنا درست هالسنوات الطويلة بدي أشتغل آخر شيء. يعني مهما درست 10 سنين واللي 5 سنين واللي 15 سنة واللي 3 سنين وبعدين سوق العمل. لذلك بدي ضل مراقب سوق العمل المحلي والعالمي شو بده، وأنا أخذ قراراتي يعني بنسبة كبيرة متعلقة بهذا الموضوع. بيلعب دور صراحة، وهذا عم نلاحظه إذا بدنا على المستوى المحلي، بدنا نكون واقعيين. أنا ما فيني إجي أدرس اختصاص، يعني ما بعرف إذا لازم نسمي أو لا، في بعض الاختصاصات في الجامعة مكلفة أكثر من غيرها، حتى بالجامعات الحكومية مثل طب الأسنان، مثل العمارة، مثل الديكور. بدي اشتري مواد اشتغل فيها، كراتين، انواع معينه من الاقلام. الاختصاصات الهندسيه بدون لابتوب مشكله، هو بيمشي الحال. ممكن انا ورفقاتي نشتري لابتوب مشترك، هذه فكره الناس ما بتفكر فيها بالمناسبه، عم نعطيهم افكار. ممكن استعير من حدا، ممكن نروح على انترنت كافيه ساعات معينه لاشتغل على الكمبيوتر، بس هذه الخيارات كلياتها ادنى من المستوى المطلوب. اللابتوب هلا اسعاره صارت كارثيه بالنسبه للمجتمع تبعنا صراحة. أنا صعب علي اشتري لابتوب صار له شيء. تماما، لطالب أول دخوله على الجامعة تماما. وبدون لابتوب أنا كهندسة، كل الأنواع الهندسة بدون استثناء، ما فيني أتعلم صح وواكب شو بده سوق العمل حتى المحلي واللي العالمي، لأنه كله متعلق ببرمجيات، متعلق بتصميم بمساعدة الكمبيوتر، وبالتالي الحالة المادية. إذا لنختصر، الحالة المادية صارت أهمية لحتى أنا أعرف شو بدي أتوجه لحتى أدرس. هلأ الميول، عادة كنا نقول الميول تجاه الاختصاص أو الشغف بسموه، هذا شوي بده صار يعني بين قوسين انتباه، لأني أنا أصلاً ما فيني أعمل شغف تجاه شغلة ما بعرفها، يعني ما بقدر حب أو أكره شغلة ما مطلعة علي من قبل. فالناس المطلعة من قبل على اختصاصات، خلينا نقول الطبية واللي الهندسية واللي الأدبية واللي فيها أبداع وفن، إذا ما مطلع علي من قبل ما بقدر أقول أني أنا عنده ميول لهيك شيء وميول لهيك شيء. يعني طلاب البكالوريا بيفكروا إذا هن شاطرين كتير بالرياضيات والفيزياء معناتها خلص لازم أدخل هندسة. وهذا الموضوع، يعني الرياضيات والفيزياء بالهندسات كلياتها هي موجودة أول سنة وبعدين تتوسع بشكل كتير كبير، بتصير أدفانس، بتصير متقدمة جدا جدا. فما بيكفي أحكم على الموضوع من خلال فقط مقرر درسته بالبكالوريا أو بالحادي عشر. طيب هون بيجي السؤال دكتور، كيف نحن بدنا نأهل طلابنا لحتى هنن يقدروا يختاروا مجال دراستهم الصحيح؟ يعني مثل ما ذكرت حضرتك بين الإعدادي والثانوي، طب نحن مناهج ثابتة بهيدي المراحل، نحن كيف نقدر نعرف وين مهارته لهيدا الطالب، نقدر نكتسب هيدي المهارة ونوجهه بطريق صح؟ 100%. هذا اللي عم نحكي فيه صار لنا سنوات طويلة. يفترض يكون في تعاون وثيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية من خلال ما يسمى بالتوجيه المهني أو الميول الأكاديمية والميول المهنية. وهذه على عكس ما يمكن تصور الناس أني إيش بدي أعمل أعداد كبيرة، ما بدها شوية تخطيط. الكادر المؤهل للصراحة موجود سواء بالجامعة، يعني أنا متأكد من كلامي، ما عم أحكي عن زملائي وزميلاتي بكلية التربية، ولكن بعرف أن في طلاب وطالبات بالسنوات الأخيرة وقبل الأخيرة وطلاب وطالبات ماجستير، ناهيكم عن الأساتذة في الجامعة بكلية التربية تحديدا، قادرين يساعدوا على موضوع الميول الأكاديمية والمهنية كيف تتواجد عند الطلاب من خلال الاطلاع. إذا الاطلاع على المعلومات الانفورميشن عن الاختصاصات المختلفة تتواجد عند الطلاب، بس وفرها عند الطلاب والطالبات بالمرحلة الإعدادية وساعدهم يعرفوا عن كل اختصاص. نحن نظمنا كمركز توجيه مهني، نظمنا عدة زيارات بمساعدة بعض المدارس العامة والخاصة، بس كانت حالات قليلة بسبب اللوجستيات صراحة، ما وقفنا غير اللوجستيات وجيب موافقة وتعال هون وروح لهونيك ومدري مين وبيصير وما بيصير وإلى آخره. فرجينا الطلاب والطالبات عن عدة اختصاصات، عن الصيدلة شو معناتها، عن الطب البشري، عن الهندسة، عن الأدب الإنجليزي، ليكون عنده فكرة عن هذه المهنة شو هي، بس لا أعرف يعلق بذهنه شوي، سجل ملاحظتين ثلاثة يروحوا يحكوا مع أهاليهم.
نحن حاولنا كمان نستقطب الأهالي، يعني نحن خلال سنوات حوالي 7 سنوات ماضية كل سنة كان عندنا نحن وشراكة مع عدة جهات في الجامعة واتحاد الطلبة قبل المفاضلة تعريف بالاختصاصات الجامعية، يعني تفضلوا يا أهالي ويا طلاب شوفوا شو معناتها طب بشري، شوفوا شو معناتها صيدلة، شوفوا شو معناتها هندسة ميكانيك أو هندسة طبية أو هندسة بحرية. الناس بتسمع عن الشغلة، يعني وقت بقول هندسة بحرية الناس بتفكر أني أنا بدي أروح سافر بالبحر فقط وصلح سفينة أو أشرف على سفينة، هو في 100 شغلة تانية غيرها. هنا بيأخذوا بس الاسم، الاسم تعليق شو اللي بيعلق بالزين، شو الستيريوتايب تبع الموضوع، شو بيعرف الشخص، يعني حكم مسبق عن الموضوع وبيمشوا عليه، وهذا أكبر غلط. طيب وخلال هاي التجربة اللي عملتوها كان في أمثلة هي اتبعت نوع يعني شيء مهني مشت باتجاهه، كان لهيدي التجربة أثر على الواقع؟ للصراحة إيه، وهذا اللي نحن مثل ما بيقولوا كتير منعتز بهذه التجربة. حتى نحن أصلاً هلأ في عنا متطوعين ومتطوعات بمركز التوجيه المهني من الناس اللي هلأ عم تتخرج باختصاصات معينة، حضرونا وقت دخلوا على الجامعة من حوالي 4-5 سنين وأكثر، في منهم اختاروا الاختصاصات بعد معرفة وكانوا حضرانين هن وأهاليهم. مثلاً في ناس إجت على المعلوماتية، في ناس اجت على الطب. هلا ما بدي اقول كلمه الطب اني انا وقت منقول اني انا مجمع علامات عاليه خلص معناتها دخلت تحضيريه، يعني طب صيدله او طب اسنان، ولكن حتى الاختيار بيناتهم لهدول الثلاثه او حتى التراجع واني فوت على اختصاص ثاني شغله حضاريه وشغله صحيه، لاني انا بعرف حالي بعد ما فتت السنه التحضيريه اني انا يا ترى هيك ميولي. هلا في امثله كثير عنا عن هيك شيء، هلا عم يجيني كثير رسائل واتصالات على السوشيال ميديا اني دكتور نحن مثلا ما حسينا مكاننا بالطبيات هدول الثلاثة، شو الهندسة اللي ممكن نختارها؟ فنحن بنحجز لهم موعد مثل استشارة أكاديمية مهنية بيتفضلوا لعنا على الجامعة، استشارة طبعا حتما هي مجانية للكل، حتى باتصال تليفوني ممكن تصير بالمناسبة اني هيك وهيك وهيك هدون الاختصاصات بيطلبوا هالمهارات، هيدي لازم يكون عندي هالمهارة، لازم يكون عندي هالرغبة، لازم يكون عندي هالاستعداد سواء المادي واللي المعنوي واللي النفسي لأدرس هذا الموضوع، وبالتالي هاي الخيارات تبعي يلا سجلوها. ففي أمثلة كتير عن هذا الموضوع، مع الأسف قليلة وقليلة جدا بسبب التأثيرات الأكبر للمجتمع، للأهل، للعلامة إني والله أنا مجمع كل هالقد بدي أدخل شو بعرفني أدب إنجليزي مثلا مع الاحترام طبعا طبعا أدب إنجليزي بيشوفوا خريجين وحتى طلاب وطالباته بيشوفوا شغل وهن قصة طلاب قبل تمام. قبل كل الاختصاصات الثانيه. صحيح صحيح. هلا دكتور من خلال تعاملك مع الطلاب خلينا نحكي شوي عن نسبه الطلاب اللي هي فعلا تابعت بمجال اختصاصها بشغف، وبالتالي بعد ما خلصت يعني الدراسه الجامعيه فعلا هي اشتغلت بدراستها، مو مثل يعني نحن المهم شهاده واشتغلنا شيء ثاني. فنعطي امثله عن هذا الموضوع، نحكي شوي عن هيدي النسبه. حلو. هلا النسبه مع الاسف بسبب عدم قدرتنا على الحصول على احصائيات دقيقه ما بنقدر نكون تكون معنا، ولكن انا باكد لك ان هي النسبه جدا قليله. الناس اللي درست شيء وفاتت بالمجال نفسه اشتغلت فيه نسبتهم قليله لنفس الاسباب اللي قلناها هلا، لان هن اصلا ما توجهوا 100% صح وقت، يعني ما في هالتوجيه لحتى يفوتوا صح على الاختصاصات، ولكن اللي فاتوا من وراء هيك شيء عم يشتغلوا شغل بيطير العقل. يعني عندنا امثله من انا فيني اقول لكم على امثله من الهندسه المدنيه، واحد من الشباب متفوق جدا شاطر كتير عنا بالمركز التوجيه المهني، هو متطوع وهلأ عم يحضر حاله لحتى يروح على الدراسات العليا برات البلد. حلو. من كتر ما هو شاطر قدم على منح طلع له منحتين، وتصور من فترة إجا عمل لقاء معكم عن عدة أمور، اسمه يحيى غريب، مهندس يحيى بالهندسة المدنية، فبيشتغل بالهندسة، بيشتغل دراسات وتصميم ومساعدة الكمبيوتر وإشراف هندسي وإلى آخره، بيعمل مخططات بيعمل إشراف بيعمل وكمان رح يروح على الدراسات العليا. هلا في صبايا كمان بموضوع الأدب الإنجليزي وسه هن عم يدرسوا قدروا يحصلوا على شغل ترجمة وإدارة مواقع ومحتوى بالإنجليزي. في صبايا بالهندسة المعمارية ببلشوا يعملوا مخططات لمكاتب هندسية ولشركات جوا وبرا البلد، هدون كمان دخلوا عن رغبة ومعرفة. بالأمثلة كثيرة صراحة، نحن محظوظين بمركز التوجيه المهني أن استقطبنا عبر آخر كم سنة الناس المتفوقة، عرفوا أهمية التطوع ليندمج مع حياتهم المهنية كمان والأكاديمية، أني أنا بيكون عندي مهارات تواصل، مهارات تطوعية، عمل ضمن فريق، إدارة وقت، فعم يكرسوها لهيدي المهارات وينقلوها لغيرهم. فطلعنا على تجاربهم كتير حلوة، ففي تجارب وعم نحاول نعممها قدر الإمكان. حلو. ولكن بدنا نعترف أنها هي قليلة.
قليل الصراحة. بس يعني نحن اليوم بظل التقديم على المفاضلة القادمة لتسجيل الرغبات، حضرتك ذكرت مجموعة من الاختصاصات اللي هي مرغوبة وبتستقطب كثير من الناس، ولكن أكيد في كثير من الرغبات هي في الظل، ما كثير الناس بتعرف عنها، ولكن هي بتحقق النجاح، بتحقق الوصول إلى سوق العمل بطريقة سريعة بمردود مادي محترم للشخص اللي هو بفوت عليه. برأيك اليوم شو هي هيدي الرغبات اللي هي بالظل اللي ممكن الأشخاص ما بيعرفوا ويلجأوا لرغبات المجتمع مثل ما ذكرت؟ تمام. هلأ الرغبات الظل مع الأسف هي الرغبات اللي موجودة بأدنى المفاضلة مع الأسف الشديد. يعني كلمة أدنى مكان في المفاضلة يعني آخر شيء اللي بيطلبوا اللي بيكتبوه. أنا عندي تعليق خاص على موضوع المفاضلة للصراحة، هو بده دراسة جديدة. ما بدي أقول هو خاطئ، ماني اختصاصي 100%، ولكن في خلينا نقول معرفة معينة بهيك مجال بهيك أمور. مجرد كلمة تقول كل المتقدمين يدخلوا على الاختصاص، هذا دليل أو مؤشر الناس تأخذ الانطباع أن هذا ممن كان بيقدر يقدم عليه، اللي مجمع علامات والما مجمع علامات طبعاً. كل العالم اللي ما قبلوه اللي ما طلع له، اللي ما وصل بشطارته، وهذا مقياس خاطئ لموضوع العلامات. او حتى بيقولوا هذا اللي درسوا ادبي هنن بياخذوا هذول. تمام. وهذا خيال، هاي الفكره الرائجه بالمجتمع. هذا شيء خاطئ جدا، هذا شيء خاطئ جدا، ومع الاسف عم يتكرس هسه في طريقه دخول طلابنا وطالباتنا على الجامعات. الاختصاصات قد يكون بعض الامثله عليها هي المعاهد التقنيه، ومع ذلك المعاهد التقنية حاليا عم تتطلب علامات عالية. نعم. ما بقدر سمي بجوز اختصاصات كتير، ولكن أنا دائما برجع بذكر دائما الاختصاصات اللي بالأدبي، يعني بكلية الآداب اللي بيدخلوا لها جامعة كلية الآداب. للصراحة الأدب الإنجليزي واحد من الشغلات المظلومة جدا، لأن الناس بتفكر إيه والله بدك تصير أو بدك تصيري أنسة إنجليزي. لا أبدا، ممكن يصير مليون شغلة تانية، ممكن يصير مدير شركه وانا خريج ادب انجليزي. وفي امثله عندنا على حكي، ممكن يكون مدير او اسس شركه ترجمه، اسس شركه للعنايه في المحتوى لمواقع انترنت مختلفه بالعربي وبالانجليزي وبجوز بلغات ثانيه. هذول الاختصاصات مظلومه لان في ادنى المفاضله هذا الجدول اللي بيطلع، هذا الجدول اللي بده بقى تعديل، حرام عيب ما حلو نفسيا. بجوز ما بعرف إذا حدا رح يشوف اللقاء ويساعدونا برأيهم أني أنا مجرد وجود شغلة في أدنى السلم معناتها هيدي شغلة ما كويسة، معناتها شغلة مرغوبة، معناتها بدي بعد عنها أو نجبر فيها علاماتها قليلة. لا لا أبدا، هذا الحكي ما مزبوط. في اختصاصات على سبيل المثال، في اختصاصات المعاهد الطبية هلأ بيطلبوا خريج أو خريجة أشعة أو معالجة فيزيائية أو مخبر أكثر ما بيطلبوا طبيب بالاختصاص نفسه. صحيح. بيصير له شغل قبل مرغوب اكثر، لان الامور اللي بسموها التكنيكال يعني ممارسه العمل اكثر من الطبيب، وبالتالي هذا لازم يكون يتضوى عليه اكثر. ولكن ما ادخله لاني انا بس علاماتي اهلوني هيك، لازم ادخله لاني بعرف المسار المهني تبعه، 1 2 3 توقعات سواء داخل البلد واللي برات البلد. فهذا اللي بدنا ننتبه عليه قدر الامكان. تماما. وهون يمكن نحن متوجه لكل الطلاب اللي هلا ناطرين المفاضله لحتى يعرفوا شو ممكن هن يدخلوا، انه ينتبهوا كثير منيح، يعرفوا الاختصاصات، يعرفوا مثل ما ذكرت مستقبلا شو مستقبل هذا الاختصاص. صح. اللي هن بدهم يدخلوا عليه. وحتى يعرفوا انه هن هلا عندهم رغبه وشغف لهذا الموضوع. صح. قادرين او لا. نحن اكيد بنتمنى كل التوفيق لكل الطلاب. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم دكتور نيرودا بركات، مدير مركز المهارات والتوجيه المهني. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك ويسعد صباحك. صباح الخير. شكرا جزيلا. شكرا. اكيد نتشكرك ونتشكر المعلومات اللي قدمتها، وان شاء الله كل الطلاب يكون عندهم الخيار الصحيح باختيار الطريق الاول لمستقبلهم. صح. شكرا لك.